انتهى عام 2020 بكل ما حمل معه من ظروف استثنائية أثرت على ملايين البشر حول العالم جراء تداعيات جائحة كورونا. وقد استقبلت مدن العالم السنة الميلادية الجديدة 2021 بالألعاب النارية والإجراءات الاحترازية بعيون ترقب نهاية للوباء وعودة للحياة الطبيعية. انتهى عام 2020 بكل ما شهده من أحداث على كافة المستويات، لها ما لها من آثار وتداعيات على العام الجديد، حيث ترقب عيون الملايين العام الجديد بكثير من الأمل بأن يشهد نهاية لوباء غير مسبوق على الأقل خلال المئة عام الماضية، والذي شكل وجه العام المنصرم وشهد مواعيد كثيرة مع نوائب للبعض وفرص للآخرين. مدن العالم استقبلت السنة الميلادية الجديدة بعروض للألعاب النارية والليزر، ففي دبي ازدانت المدينة بالأضواء والزينة كما جرت عليه العادة كل عام، ولكن هذه المرة باشتراطات ترافقت مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وشكل برج خليفة مركز جذب لملايين الناس من داخل دولة الإمارات وخارجها لما يحمله كل عام من مظاهر البهجة والفرح باستقبال العام الجديد. واستقبل الملايين حول العالم السنة الجديدة في ظل إجراءات حجر صحي في كثير من الدول منعاً لاستمرار تفشي فيروس كورونا، إذ حدت القيود المفروضة على الحدود ومنع التجول وإغلاق المطاعم والمقاهي في عدة بلدان حول العالم من قدرة الناس على إقامة حفلات كما اعتادوا لاستقبال العام الجديد. كما استقبلت مصر وعدد من الدول الأوروبية وبريطانيا العام الجديد بالألعاب النارية، فيما ألغيت الاحتفالات في العاصمة الفرنسية باريس بسبب حظر التجول. وفي بيروت التي لا تزال تحاول تخطي كارثة انفجار المرفأ، خففت السلطات أيضا الإجراءات، فيما أعادت السلطات اللبنانية التحذير من احتمال فرض تدابير إغلاق جديدة بعد الأعياد. وقد استقبل ملايين الناس حول العالم العام الجديد في منازلهم التي فضلوا المكوث فيها والاحتفال مع العائلة أو بشكل فردي جراء تداعيات الجائحة التي يأمل العالم أن يتخلص منها قريبا، بالتزامن مع الأمل المرتبط بحملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا والتي بدأت بالفعل في مناطق عدة من العالم.